الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين آمين آمين. وبعد، توقفنا في اللقاء السابق عند قول الحافظ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. هنا الحافظ بيتكلم على نوع من أنواع اتفاق أسماء الرواة واختلافهم يسمى المتفق والمفترق. لما سمي بهذا الاسم؟ هو يقول الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، فمن هنا جاء الاتفاق أن أسماءهم وأسماء آبائهم متفقة. طب إيه المفترق؟ المفترق إن الإيه أشخاص مفترقة، يعني الأسامي متماثلة ومتشابهة لكن الأشخاص مختلفين. فممكن يبقى اثنين اسمائهم واحدة، اسمهم واحد واسم أبيهم واحد، وممكن يبقى ثلاثة، وممكن يبقى أربعة، وهكذا. واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية. الكنية اللي هي إيه؟ أبو فلان، أبو محمد، أبو علي، أبو عبد الله، فيبقى اثنين أو أكثر متفقين في الكنية، كنيتهم واحدة. والنسبة، النسبة زي إيه؟ البغدادي، الدمشقي، البخاري. فكذلك ممكن يتفقوا في النسبة أيضا، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. فيبقى احنا نخلي بالنا لما نيجي نبحث في الرواة لا يظن الباحث عندما يجد اثنان متشابهين في الاسم وفي اسم الأبي أو في الكنية أو في النسبة أنهما واحد، بل عليه أن ينتبه لهذا، ومن مزيد البحث يتبين له هل هؤلاء اثنان أو ثلاثة أو أربعة. طيب المراد منهم من هو واحد فقط؟ وفائدته، أي فائدة معرفة المتفق والمفترق، وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. اثنين متفقين في الاسم والكنية واسم الأب يفتكرهم شخص واحد. طيب إيه اللي هيحصل بقى لما يفتكرهم شخص واحد؟ طيب هنفترض أن هناك اسمان محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله مثلا، أحدهما صحيح ثقة والآخر ضعيف، فيظن أن المراد بهذا الراوي في هذا الإسناد هو الضعيف، فمن أجل ذلك يضعف سند الحديث. وهو في الواقع المراد الثقة، أو العكس إن يكون هو
المراد بهذا هو الضعيف، وهو يظن أنه أن هذا هو الثقة، فيصحح سند الحديث بينما هو في الواقع إسناده ضعيف. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقلنا اللي هيترتب على هذا. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي يعني كتابا حافلا اسمه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، اسم الكتاب اللي صنفه الخطيب الموضح لأوهام الجمع والتفريق. وقد لخصته الحافظ بقى رحمه الله بيقول إيه، وقد لخصته أي لخصت كتاب الخطيب هذا، وزدت عليه شيئا كثيرا. وهذا عكس ما تقدم، هذا اللي هو إيه المتفق والمفترق، هذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين. في المهمل احنا ممكن نفتكر ايه، ان الواحد ده شخصين زي ما خدناه قبل كده، وهذا اللي هو المتفق والمفترق يظن او يظن الاثنان واحدا العكس. يعني احنا ضربنا مثال قبل كده وقلنا مثلا المهمل البخاري بيروي عن احمد، فهل هو احمد بن عيسى ولا احمد بن صالح؟ فاحنا كده هنظن ان هما ايه، هنظن ان الواحد اثنين. لكن هنا في المتفق والمفترق البخاري مثلا بيروي عن محمد بن عبيد، فنظن أن محمد بن عبيد ده هو واحد فقط، بينما هو في الواقع يوجد حوالي 10 من الرواة اسمهم محمد بن عبيد. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل فهو المؤتلف والمختلف. هذا نوع آخر، إن الأسماء تتفق خطا وتختلف نطقا، مثل إيه؟ حزام وحرام، حزام وحرام هي نفس الحروف، اللي بيختلف ايه بقى؟ النقط. حزام ازاي عليها ايه نقطة، او الراء عليها نقطة من فوق، حرام الراء مهملة. ام الشكل، الشكل اللي هو ايه التشكيل الضبط، زي ايه؟ سلام وسلام، سلام وسلام. فقالوا ان كل سلام بالتشديد ما عدا 5 هنذكرهم دلوقتي، سلام كلها بالتشديد ما عدا 5. وزي ايه؟ بريد وبريد، بريد وبريد، الحروف هي واحدة لكن اللي بيختلف ايه؟ الشكل اللي هو تشكيل او الضبط. فهذا يسمى ايه؟ المؤتلف والمختلف. ومعرفته أي معرفة المؤتلف والمختلف من مهمات هذا الفن،
أي مصطلح الحديث يعني. حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. يعني التصحيف يقع في الأسماء أكثر ما يقع في الألفاظ. ووجهه بعضهم إيه السبب بقى أنه أكثر ما يقع في الأسماء؟ بأنه شيء لا يدخله القياس، يعني لا يدخله قياس العربية. ما تجيش تقول إيه هذا الوزن غير موجود في العربية، واخد بالك؟ لا، الأسماء ما تخشش في قياس العربية. بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. هو الاسم ما فيش حاجة قبله ولا بعده بتدل. هو الاسم ده بيتنطق ازاي؟ بعكس بقى ايه التصحيف مثلا في متون الأحاديث. انت ممكن بالذوق العام تعلم أن هذه الكلمة فيها تصحيف. يا مرحبا، الحمد لله على السلامة. فبعكس الأسماء، مش لازم تعرف أن هذه الكلمة مش يعني ليس هناك ما يدل على أن هذه الكلمة مصحفة. لكن في متن الحديث النبوي تقدر تستشف، خاصة بقى إذا كنت يعني بقى من كبار العلماء، إن هذه اللفظة مصحفة. بالإضافة إلى أن السياق والسباق يدل عليها أيضا. السابق واللاحق للكلمة يدلك على أن هذه الكلمة فيها تصحيف، إن في قبلها كلام وبعدها كلام. لكن الأسماء لا في قبلها حاجة ولا بعدها حاجة، هتعرف منين بقى ان الاسم ده مصحف؟ وقد صنف فيه، اي المؤتلف والمختلف، ابو احمد العسكري، لكنه اضاف الى كتاب التصحيف له ولكنه اضافه الى كتاب التصحيف له يعني الإمام أبو أحمد العسكري كان قد صنف كتابا في التصحيف، ووضع من ضمن موضوعات هذا الكتاب المؤتلف والمختلف. يعني لم يجعل تصنيفه هذا مختصا بتصحيف الأسماء فقط. بل جعله مختصا بتصحيف الأسماء وغيرها والألفاظ أيضا الواردة في الحديث النبوي. ثم أفرده، أي تصحيف الأسماء يعني، أو المؤتلف والمختلف، بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين: كتاب في مشتبه الأسماء، وكتاب في مشتبه النسبة، اللي أسماءهم واحدة ومتشابهة واللي إيه نسبتهم واحدة ومتشابهة. وجمع شيخه الدارقطني، أي شيخ عبد الغني بن سعيد، في ذلك كتابا حافلا. ثم جمع الخطيب ذيلا، أي ذيلا على كتاب الدارقطني. ثم جمع الجميع، كل هذه الكتب بقى جمعها أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم، أي على هؤلاء جميعا، عبد الغني والدارقطني والخطيب، استدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، اللي هو كتاب ابن ماكولة اللي هو الإكمال.
وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه اللي هو مين؟ استدرك على مين؟ ابن مكولة. استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين. منصور بن سليم والحافظ ابن نقطة استدركوا على مين؟ على ابن ماكولة في مجلد لطيف. وكذلك أبو حامد ابن الصابوني. ومنصور ابن سليم وأبو حامد الصابوني بقى الحافظ علاء الدين ابن مغلوطاي ذيل عليهما أيضا في كتاب. يبقى ايه؟ ابن سليم وابن الصابوني ابن مغلوطاي ذيل عليهما في كتاب آخر. يعني ينظر في كتاب ابن ماكولة مثلا ويجد أنه قد فاته بعض الأسماء لم يدركها في كتابه فيضع بها ذيلا كأنها يعني إيه؟ تتمة للكتاب. أما الاستدراك إن هو ممكن يدخل فيها الذيل وممكن أيضا ينبه على أخطاء للإمام الذي قبله أو الذي استدرك عليه. هذا الإمام قد وقع فيه عدة أخطاء فيستدرك عليه هذه الأخطاء. وكذلك يستدرك يمكن أن نطلق أيضا أنه استدرك ما فاته. وجمع الذهبي الحافظ الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا. الحافظ الذهبي بقى اختصر الكتاب بتاعه ده منين؟ من كتابين، كتاب الإكمال لابن ماكولة ده وزي للحافظ ابن نقطة. اختصر الكتابين دول في مختصر لطيف صغير وسماه المشتبه في أسماء الرجال. المشتبه في أسماء الرجال. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيف. طبعا الغلط والتصحيف ده واقع من النساخ والكتاب اللي نقلوا من نسخة الذهبي مش من الذهبي نفسه. واخدين بالكم الحتة دي؟ يعني الخطأ مش واقع من الإمام الذهبي نفسه، لا، ده اللي جه نقل الكتاب بعد الإمام الذهبي من نسخة أو أصل الإمام الذهبي وقعوا فيه أخطاء. ليه؟ لأن الإمام الذهبي كان بيشكل أو بيضبط بالقلم، يعني مثلا يحط سكون يحط ضمة، فيجي اللي بينقل يفتكر السكون دي ضمة ويفتكر الضمة سكون وهكذا. فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. وكذلك فاته ذكر تراجم مع أن هذه التراجم موجودة في كتاب ابن ماكولة وابن نقطة اللي هو اختصره في أسماء ما ذكرهاش، فكان أجدر به أن يذكرها. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. الحافظ بقى هو اللي بيقول، الحافظ ابن حجر عمل كتاب
جمع فيه بقى كل اللي فات ده، يسمى ايه؟ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد. فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية. يعني ايه؟ الحافظ الذهبي قلنا كان بيكتب بالقلم كده، دي فتحة دي ضمة دي حاء، يعني الحاء ما يحطش ايه عليها نقطة، الخاء يحط فيها نقطة، وهكذا. الحافظ ابن حجر بقى عشان يتلافى هذا العيب، فكان مثلا يكتب ايه؟ أحمد بالحاء المهملة مثلا، خزيم بالخاء المعجمة، ويكتب مثلا خزيم بالخاء المعجمة المضمومة، ما يحطش هو بقى فيها ضمة، لا يكتب الخاء المعجمة المضمومة أو الحاء المهملة المفتوحة أو الساكنة. فهو لما يكتب كده خلاص بقى ما فيش إيه يعني مجال إن الناسخ اللي بعديه يقع في هذا الخطأ. وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، اللي هو لمين؟ الإمام الذهبي، ولله الحمد على ذلك. طبعا احنا كنا قلنا على المؤتلف والمختلف، قلنا ان ايه سلام كلها بالتشديد الا ايه خمسة. مين هم؟ اولهم والد الصحابي اللي هو عبد الله بن سلام، نقول عبد الله بن سلام، ما نقولش ابن سلام، اللي هو ايه الصحابي. الثاني محمد بن سلام شيخ البخاري، نقول برضو ايه محمد بن سلام. الثالث سلام بن محمد ابن ناهض، نقول سلام ابن محمد ابن ناهض، ابن ناهض بالضاد. والطبراني لما روى له كان يقول سلام ابن محمد ابن ناهضة، التاء المربوطة. فهذا أيضا سلام بالتخفيف مش بالتجديد، سلام. الرابع جد محمد بن عبد الوهاب ابن سلام المعتزلي الجبائي، جد محمد بن عبد الوهاب ابن سلام المعتزلي، محمد بن عبد الوهاب ابن سلام هذا كان من المعتزلة. الخامس سلام ابن أبي الحقيق أو الحقيق، هؤلاء فقط اللي هم إيه سلام تنطق بالإيه بالتخفيف، وما عدا هؤلاء الخمسة تقول إيه سلام بالتشديد. فايدة حلوة. هينتقل الحافظ بعد كده للكلام على ما يسمى بالمتشابه. يقول: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، أو اتفقت الأسماء خطا ونطقا، محمد وهنا محمد، واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا، عقيل وعقيل هي الحروف واحدة لكن اختلفت إيه في النطق، هذا عقيل وهذا عقيل.
الأول نيسابوري والثاني فريابي. نيسابوري نسبة إلى نيسابور وفريابي نسبة إلى فرياب، وهما مشهوران أي هذان الراويان، وطبقتهما متقاربة يعني يكاد يكون في طبقة واحدة، فاللي مش واخد باله هيظن ان اللي ايه الاثنين واحد، او يظن هذا هو هذا وهذا هو هذا، هيخلط بينهم يعني. او بالعكس، كأن تختلف الاسماء نطقا وتختلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا. طيب هو ده، هو الحافظ بيقول بالعكس، الأول كان بيقول اتفقت الأسماء خطا ونطقا، هنا قال إيه تختلف الأسماء نطقا، يبقى إيه هي كده مش بالعكس بقى، يبقى فيه تجوز يعني. لأنه لو كان بالعكس كان قال إيه تختلف الأسماء خطا ونطقا عكس اللي فات. واضح الحتة دي؟ وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا. وهنا برضو الآباء متفقة خطا ونطقا، بينما في السابق مختلفين نطقا فقط. يبقى ايه كلمة الحفظ دي بالعكس دي ايه فيها يعني مسامحة شوي. كشريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، الاثنين مصغر، يعني عارفين التصغير ما كان على وزن فعيل، فشريح وسريج الاثنين مصغر، ما تقولش ايه شريح او سريج. الاول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه. اللي هو مين بقى؟ اللي هو الاولاني شريح ابن النعمان، ده تابعي بيروي عن علي، وهو ليه حديث واحد فقط في السنن، اللي هو عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نستشرف العين والاذن في الاضحيه، يعني لما نيجي نذبح الاضحيه نختار الذبيحه نشوف العين والاذن، تكون العين سليمه والاذن سليمه، ما نجيبش ايه خروف او كده اعور او مقطوع الاذن. فحديث شريح بن النعمان في السنن عن علي رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن الى اخر الحديث. والثاني بالسين المهمله اللي هو سريج، والجيم وهو من شيوخ البخاري. وسريج هذا بيروي عن حماد بن سلمة، يعني هو شيخ البخاري وبيروي عن حماد بن سلمة، فهو النوع الذي يقال له المتشابه، يعني متشابهين في الأسماء. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة، يعني الاسم واسم الأب واحد لكن الاختلاف في النسبة. وقد صنف ده برضو يسمى أو يطلق عليه المتشابه. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا. أهو هو هنا بين معنى الذيل، حاجة فاتته
وهو كثير الفائدة. طبعا الحافظ الخطيب البغدادي يعني تقريبا ما ترك موضوعا من موضوعات علم مصطلح الحديث إلا وصنف فيه، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ويتركب منه ومما قبله أنواع، منه اللي هو إيه؟ متشابه، ومما قبله اللي هو المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. يتركب منه أنواع، منها أي من هذه الأنواع أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا، إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما. يعني الاسم واسم الأب متشابهين في كل حاجة إلا في حرف أو حرفين. وهذا النوع على قسمين، القسم الأول إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين، يعني اللي متغير حرف أو اتنين مع أن عدد الحروف هنا واحد وهنا واحد، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض، الأسماء هتبقى إيه فيها تغيير حرف أو حرفين في أحد الأسماء. فمن أمثلة الأول اللي هو إيه، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين، محمد بن سنان بكسر المهملة اللي هي السين يعني ونونين بينهما، بينهما ألف، وهم جماعة، يعني اللي بيطلق عليه محمد بن سنان جماعة كثير، يعني منهم العواقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار، يبقى محمد مثل محمد، وسيار عدد حروفها كام؟ أربعة، وسنان عدد حروفها كام؟ أربعة برضو. بفتح المهملة أي السين المهملة يعني وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة، منهم اليماني شيخ عمر ابن يونس. واحد يقول لي طيب ايه ده محمد بن سنان وده محمد بن سيار، ايه المشكلة اللي ممكن تقع يعني؟ أيوة نعم، الراء والنون قريبان من بعضهما، خاصة أنهم كانوا يكتبون قديما بالقلم اللي هو إيه؟ اللي هو الخشب هذا، يضعونه في المحبرة ويكتبون به، فربما وهو يكتب الراء تصعد إلى فوق أو النون ما يكملهاش الحبر يخلص، فإيه تظن أن النون راء أو الراء نون. ومنهم محمد بن حنين بضم المهملة أي الحاء ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره. ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحدة
وآخره راء. الجيم بعدها موحدة اللي هي الباء، موحدة يعني تحتها نقطة واحدة، وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا، وهنا أيضا عدد الحروف واحد، لكن الاشتباه قد يحصل أيضا في الراء والنون. ومن ذلك معرف ابن واصل كوفي مشهور، ومطرف ابن واصل بالطاء بدل العين. يبقى الأول معرف والثاني مطرف. شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، فربما الألف بتاعة الطاء ما كانتش باينة فيظن أنها معرف، وهذا اللي بيقرأ المخطوطات يدرك هذا جيدا، يعني يدرك هذا تماما. قدامك الاسم ومش عارف تقراه، طبعا لأنه قد مر عليه أزمان كثيرة، فربما الحرف طمس في بعض المخطوطات، الأرض بتأكلها تلاقي فيه خروم كده في المنتصف، فتيجي تقرا الاسم انت مش عارف هو ده مطرف ولا معرف، سنان ولا سيار، وتقعد بقى ايه تشوف الراوي اللي قبليه والراوي اللي بعديه عشان تعرف هو مين بالظبط، فدي مشكلة من المشاكل الكبيرة يعني. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، آخرون يعني اسمهم إيه؟ أحمد بن الحسين، وأحيد بن الحسين، أحيد على وزن أحمد برضه لكن بعد الحاء ميم ياء وليس ميما مثله، لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يعني من بخارى، يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. وأضرب مثالا آخر، ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة. فالمثال السابق ممكن واحد إيه يشوف أحيد دي يفتكرها أحمد يظن أنها إيه أحمد. حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي. الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة. طيب، وهأشرع بعد ذلك في القسم الثاني، لكن هذا المثال الأخير الذي ذكره الحافظ اللي هو حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة، كان من المفترض أن يكون في القسم الثاني اللي هو جاي دلوقتي ده، ما يبقاش من ضمن القسم الأول. ليه بقى؟ حد كده واخد باله يقول لي ليه؟ هاي اللي هي فين بقى؟ حفص وجعفر. حفص ثلاث حروف، جعفر أربعة، واخد بالك؟ فكان المفروض إن الحافظ إيه يضع هذا المثال في القسم الثاني اللي هو إيه سيأتي هذا، لكن إحنا ممكن نعتذر للحافظ ابن حجر بإيه بقى؟ إن برضو حفص ممكن تشتبه بجعفر، حفص في الكتابة ممكن تشتبه بجعفر، خاصة إذا ما كانش فيه نقط
أو شيء من هذا القبيل. فيظن بعض الناس أو يظن القارئ أن الشرطة بتاعت الصاد دي يظنها راء فيقرأها جعفر، فلذلك الحافظ ذكرها في هذا المثال في هذا القسم ضمن هذا القسم. وده نبه عليه الحافظ السخاوي في شرح الألفية. ومن أمثلة الثاني اللي هو إيه بقى؟ اللي هو إيه؟ أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد، وهم جماعة اسمهم عبد الله بن زيد. منهم في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه. عبد الله بن زيد اللي هو رأى في الرؤيا الأذان وذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم. يبقى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وعبد الله بن زيد ابن عاصم اللي هو راوي حديث الوضوء، ابن ربه اللي روى حديث الأذان، وابن عاصم اللي هو روى حديث الوضوء، وهما أنصاريان. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأبي والزاي مكسورة. يبقى الاثنين الأولانين اسمهم عبد الله بن زيد، والثاني هذا الثالث اسمه عبد الله بن يزيد، وهم أيضا جماعة، يعني يوجد جماعة أيضا اسمهم عبد الله بن يزيد. منهم في الصحابة الخطمي اللي هو عبد الله بن يزيد الخطمي، يكنى أبا موسى، وحديثه في الصحيحين. والقارئ اللي هو عبد الله بن يزيد القارئ، له ذكر في حديث عائشة. طبعا بعض العلماء قال لك عبد الله بن يزيد القاري بالتشديد كده، وده خطأ، هو عبد الله بن يزيد القارئ. بعض شراح النخبة أو النزهة للحافظ قال إن القارئ ده هو القاري، اسمه عبد الله بن يزيد القاري، وده خطأ، بل هو القارئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا، فعشان كده سموه القارئ. والقارئ له ذكر في حديث عائشة. وقد زعم بعضهم أي بعض العلماء أنه الخطمي، يعني هما الاثنين واحد، وفيه نظر. ومنها عبد الله بن يحيى، وهم جماعة. وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعي معروف يروي عن علي. فبرضو يحيى ونجي تشتبه في في الكتابة. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك. طيب ده بقى بيسموه المتشابه المقلوب، بيقول أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد
في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. طبعا المتشابه المقلوب ده برضو الخطيب صنف فيه كتاب اسمه ايه، رافع الارتياب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. مثال الأول اللي هو إيه بقى؟ أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، اللي هو الأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود، الخط والنطق واحد، لكن الاسم، اسم هذا أبي هذا، واسم أبي هذا هو اسم هذا، فممكن واحد يتلخبط وبدل ما يقول الأسود ابن يزيد يقول يزيد ابن الأسود، يبقى كده راوي تاني آخر، راوي آخر. فينبغي أن يتنبه الباحث لهذا. فالأسود ابن يزيد ده الأسود ابن يزيد النخعي تابعي كبير وله أحاديث في الكتب الست، إبراهيم ابن يزيد النخعي، الأسود ابن يزيد النخعي ويزيد ابن الأسود. يزيد ابن الأسود ده في كذا واحد، في يزيد ابن الأسود الخزاعي ده صحابي وله في السنن حديث واحد فقط، الثاني يزيد بن الأسود الجرشي تابعي مخضرم، تابعي مخضرم، طبعا عارفين مخضرم يعني ايه، أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، مخضرم طبعا عشان انت ما كنتش موجود معانا فمش عارف. ويزيد بن الأسود التابعي ده المخضرم ده كنيته أبو الأسود، ده كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، كان قد أصابهم جفاف وقحط فجاء به واستسقى به فما فرق من الدعاء حتى نزل المطر وذهب الناس إلى منازلهم بصعوبة. هذا اللي هو إيه؟ يزيد بن الأسود الجرشي اللي هو التابعي ده. الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، وهو ظاهر إن هي الأسماء واحدة لكن إيه؟ الاختلاف في التقديم والتأخير. ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، وبرضه في مسلم بن الوليد والوليد بن مسلم، مسلم بن الوليد والوليد بن مسلم، وغير هؤلاء كثير. ومثال الثاني اللي هو إيه بقى؟ كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به، اللي هو زي إيه؟ أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور اللي هو أيوب بن سيار ليس بالقوي، والآخر مجهول.
ليس بالقوي، يعني فيه ضعف، اللي هو أيوب بن سيار، والآخر أيوب بن يسار ده مجهول بقى خالص، محدش يعرف عنه حاجة. حافظ بقى إيه بعد كده؟ هيذكر خاتمة للكتاب يتكلم فيها عن بعض المسائل المتفرقة. هذه المسائل لا بد فيها من لطالب علم الحديث أن يكون على دراية وعلم بها، وهي مسائل متفرقة لا تدخل تحت باب واحد، بل هي مسائل متفرقة. منها طبقات الرواة، فيقول: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. وحيقول يعني إيه طبقات الرواة دلوقتي؟ والفائدة منه، أي وفائدته، الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. يعني لما واحد يقول فلان عن فلان، هل العنعنة دي محمولة على السماع ولا هي منقطعة؟ نعرف ده منين؟ من طبقات الرواة. والطبقة في اصطلاحهم، أي في اصطلاح العلماء، عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. طبقة عبارة عن جماعة اشتركوا في السن وفي لقاء المشايخ، يعني زيكم انتوا كده، تلقيت مثلا عن عديد من المشايخ أو مشايخكم واحدة، وسنكم تقريبا قريب، فيصح أن يطلق عليكم طبقة. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه. إزاي بقى هيبقى من طبقتين؟ قال: فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، العشر اللي هم إيه؟ العشر المبشرين بالجنة، مع أن أنس صغير بالنسبة لهم، صغير جدا. لكن إحنا لو ذكرنا الصحابة وجعلناهم طبقة واحدة، طب ما أنس هيخش فيهم، أنس هيدخل في هذه الطبقة، يبقى زيه. شوف بقى، أنس بن مالك هيبقى زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ليه؟ لأنه صحابي وهؤلاء صحابة، مع شوف الفارق في الصحبة وفي السن وفي كل حاجة، لكن هيدخل معهم في طبقة واحدة. ده من حيث الصحبة. ومن حيث صغر السن يعد في طبقة بعدهم. لو نظرنا بقى للسن، لا، مش هندخله بقى في طبقة الايه العشر، هندخله في طبقة بعدهم. زي مين؟ طبقة ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، هيخش في طبقة هؤلاء، مش هيخش في طبقة الكبار اللي هم ايه زي العشر المبشرين بالجنة والخلفاء الأربعة وكده. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع، أي الصغار والكبار، طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره. ابن حبان عمل كده في كتاب الثقات،
خلى الصحابة كلهم طبقة واحدة. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة، مشاهد الفاضلة زي إيه؟ بدر، أحد، بيعة الرضوان، والسبق إلى الإسلام زي مثلا أبو بكر وعمر، أبو بكر وعلي، وهؤلاء سابقين للإسلام. اللي بينظر بقى لكده جعلهم طبقات زي مين بقى؟ هيقوله: وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، له كتاب الطبقات، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. ابن سعد في كتاب الطبقات بتاعه جعل الصحابة 5 طبقات، بعكس ابن حبان جعلهم طبقة واحدة، خلى الصحابة كلهم طبقة واحدة. ابن سعد بقى قسمهم خلاهم 5 طبقات باعتبار بقى ايه؟ السبق الى الاسلام، باعتبار شهود المشاهد الفاضلة، باعتبار المهاجرين، باعتبار الانصار، وهكذا. وابن سعد كتابه زي ما قال الحافظ اجمع الكتب في الطبقات. وابن سعد رحمه الله تعالى هو ثقة في نفسه، يعني هو نفسه إمام جليل ثقة، لكن المشكلة أنه يروي في كتابه الطبقات هذا عن كثير من الضعفاء، يروي عن كثير من الضعفاء. ده بالنسبة لطبقات ابن سعد. نيجي لواحد زي الإمام الحاكم. الإمام الحاكم خلى الصحابة 12 طبقة 12 طبقة تكتبوهم. طيب الطبقة الأولى، الكلام ده احنا بنتكلم على ايه؟ الحاكم، حاكم ايه؟ النيسابوري. الطبقة الأولى الذين أسلموا بمكة مثل الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، دول خلاهم طبقة لوحدهم اللي أسلموا بمكة. الطبقة الثانية أصحاب دار الندوة، أصحاب دار الندوة. الطبقة الثالثة مهاجرة الحبشة، الذين هاجروا إلى الحبشة. الطبقة الرابعة أصحاب بيعة العقبة الأولى، الطبقة الخامسة أصحاب بيعة العقبة الثانية. الطبقة السادسة المهاجرون الذين لقوه قبل دخول مكة، قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. أيوه. يعني هم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجروا قبله. أو بعده برضه ممكن تمشي. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هاجر إلى المدينة، وجاء مهاجرون من مكة إلى المدينة،
والتقوا به قبل أن يدخل مكة فاتحا. الطبقة السابعة أهل بدر. الطبقة الثامنة المهاجرون بين بدر والحديبية. المسافة ما بين بدر والحديبية، الوقت الزمني يعني. والحديبية. بين بدر والحديبية. الذين هاجروا من مكة إلى المدينة في هذه الفترة ما بين بدر والحديبية. الطبقة التاسعة أصحاب بيعة الرضوان. الطبقة العاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة، يعني بعد صلح الحديبية وقبل ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، في بعض المهاجرين هاجروا من مكة إلى المدينة، زي مثلا خالد بن الوليد يدخل في هذه الطبقة العاشرة. الحادية عشرة مسلمة الفتح، الناس اللي أسلموا بقى مع فتح مكة، مثل معاوية بن أبي سفيان وأبوه سفيان بن حرب. آخر طبقة اللي هي الثانية عشر الصبيان الذين رأوه يوم الفتح، يوم فتح مكة وفي حجة الوداع. زي مين؟ زي السائب بن يزيد، هذا كان صبيا صغيرا عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. فالحاكم قسمهم 12 طبقة وفقا لهذا التقسيم. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضا. التابعين برضو دول بقى طبقة لوحدهم، فبعض العلماء جعلهم طبقة واحدة زي ابن حبان، لم مثل ما فعل في الصحابة. ابن حبان برضو خلى الصحابة كلهم طبقة واحدة، وكذلك التابعين طبقة واحدة. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء، يعني اللقاء كثرته وقلته، يعني التابعي ده من كبار التابعين ولا من صغار التابعين، التقى بالصحابة بجمع كبير من الصحابة ولا بعدد صغير من الصحابة، قعد معهم قد إيه، كتير ولا قليل، قسمهم كما فعل محمد بن سعد في الطبقات يعني، أو قسمهم يبقى إيه، يعني ممكن تصلحوا قسمهم دي، خليها قسمهم بإيه، بتخفيف السين، السين مش مشددة، قسمهم. كما فعل محمد بن سعد. حافظ بن سعد في الطبقات جعل التابعين 3 طبقات. جعل التابعين 3 طبقات. الحاكم بقى خلى التابعين 15 طبقة. 15 طبقة. يعني الحاكم خلى الصحابة 12 والتابعين 15. ولكل منهما وجه، يعني كل واحد بيرى رأيا أو بيرى مذهبا أو وجها يقسم من خلاله
التابعين والصحابة. طبعا احنا قلنا ان الفايدة من معرفة الطبقات ايه؟ الامن من الالتباس في الحديث المعنعن، لما يأتي الراوي ويروي ويقول عن فلان، فننظر هل هو من طبقته أم لا، ولا هو من طبقة بعيدة. فإذا كان من طبقة بعيدة لا يتصور أن يروي عنه. وكذلك الأمن من تداخل المشتبهين. يعني إيه؟ في اثنين اسمهم واحد، اسمهم واسم أبيهم ونسبتهم واحد، وها واحد منهم موجود في سند من الأسانيد. طب هنعرف هو مين فيهم؟ برضو ننظر إلى الطبقة، نشوف الشيخ بتاعه من طبقة مين، والراوي عنه من طبقة مين، ونشوف وننظر ما يوازيه من هذين الاثنين. واضحة النقطة دي ولا مش واضحة؟ شكلها مش واضحة. طيب هنفترض احنا قلنا ابن حبان، ابن سعد جعل التابعين خمس طبقات، فهنفترض ان في تابعي يشتبه اسمه مع اسم خمسة آخرين أو أربعة آخرين وهو خامسهم. طيب هنعرف هو مين في الخمسة دول كيف؟ كيف نعلم هذا؟ بالطبقة بتاعته. نشوف هو طبقته أنهي في الخمسة اللي ذكرهم ابن سعد. مش ابن سعد قسم التابعين خمس طبقات؟ نشوف هذا التابعي هو في أي طبقة من هذه الطبقات الخمس، ونشوف هو بيروي عن مين من الصحابة، ومن يروي عن التابعي هذا. فبهذا نستطيع أن نحدد من هو. واضحة؟ فيبقى هذا هو فائدة معرفة طبقات الرواة، الأمن من التدليس. واحد بيدلس ويقول عن فلان وهو أصلا ما شافوش ولا روى عنه، نعرفه من خلال الطبقات، هو مش من طبقته ولا من طبقة مشايخ ولا من طبقة تلامذة ولا أي حاجة، ده هو من طبقة بعيدة عنه. يبقى كيف يروي عنه؟ يبقى إيه؟ نأمن تدليس المدلسين، ونأمن اشتباه الأسماء. فهذا هو فائدة معرفة علم طبقات الرواة. طيب يبقى نكتفي بهذا ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. كده هنخش في إيه؟ في أشياء كثيرة. حد معاه قلم؟ هعلم بس وقفنا عند إيه؟ حد عنده سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.